نشرة الأخبار من ميديان تي في بطنجة، هذه عناوينها البارزة. وسط إشادات واسعة، شحنات المساعدات الطبية تصل تباعا إلى بلدان إفريقية عديدة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بالتضامن مع هذه الدول في مواجهة جائحة كورونا. في المغرب تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مقابل 52 حالة شفاء، وعدد الوفيات يبقى مستقرا. بعد تنامي حالات الإصابة بوباء كورونا في العاصمة بكين، الحكومة الصينية تعلن أن خطر انتشار الوباء من جديد مرتفع للغاية ويجب اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ هذا الموعد الإخباري نلفت عناية حضراتكم إلى أننا سننتقل بعد قليل إلى مجلس المستشارين المغربي لنتابع عرض رئيس الحكومة المغربية بشأن الخطة الحكومية في جانبها الاقتصادي للفترة ما بعد جائحة كورونا. سننتقل بعد قليل إلى هناك ونبدأ نشرتنا إذن بهذا الخبر. وسط إشادات إفريقية واسعة، يتواصل جسر المساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى العديد من الدول الإفريقية للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا. وفي هذا الإطار وصلت إلى نجامنا المساعدات المغربية الموجهة إلى تشاد في إطار الدعم المخصص بتعليمات من الملك محمد السادس لعدد من دول القارة. تقرير ملك مهراج. هنا بمطار نجامينا الدولي حطت طائرة من أسطول الخطوط الملكية المغربية محملة بمعدات طبية. يتعلق الأمر 500,000 كمامة واقية و 4,000 سترة طبية و 40,000 غطاء رأس و 60,000 من الأقنعة الوقائية البلاستيكية و 2000 لتر من المطهرات الكحولية و 5,000 علبة من الكلوروكين و 1000 علبة من الأزيتروميسين. مساعدات تأتي في إطار الدعم الطبي المخصص لمواكبة دولة تشاد في جهودها للتصدي لجائحة كورونا تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. تعكس هذه المساعدات رغبة الملك محمد السادس في تجسيد روابط التضامن القوية بين البلدين. يتعلق الأمر ببادرة تضامنية تؤكد مرة أخرى القدرة الإفريقية على إيجاد حلول للمشاكل الإفريقية. بادرة تأتي لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون المغربية التشادية، لكن أيضا لترسيخ أسس تضامن إفريقي حقيقي. أنا كإفريقي متأثر بهذه الخطوة الإنسانية التي تجسد التضامن الإفريقي، والمغرب يعد حجر الزاوية في هذه العلاقات التضامنية. في أوساط الجالية التشادية التي أقامت بالمغرب، تعكس هذه المبادرة الملكية الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة لعلاقات الشراكة والصداقة مع التشاد. حقا إنها خطوة تعني لنا الكثير كتشاديين، ولا تزيد سوى من تعزيز علاقات الصداقة المغربية التشادية. وتأتي هذه المساعدات الطبية الموجهة للتشاد في إطار مبادرة ملكية يستفيد منها 15 بلدا إفريقيا بكافة الجهات الإفريقية. وفي هذا الإطار كذلك وصلت إلى مطار واغادوغو الدولية المساعدة الطبية المغربية الموجهة إلى بوركينا فاسو في إطار حزمة المساعدات المقدمة إلى العديد من البلدان الإفريقية لمواكبتها في جهود مكافحة فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. عن هذا الموضوع نتابع تقرير إيمان الهلالي. المساعدات الطبية المغربية تصل إلى العاصمة البوركينابية واغادوغو لدعم جهود محاربة فيروس كورونا. مساعدات تتكون من كميات مهمة من المعدات الواقية بالإضافة إلى مطهرات كحولية وكمية من أدوية الكلوروكين والأزيتروميسين. المساعدات التي وصلت إلى واغادوغو تعكس الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لمواكبة جهود بوركينا فاسو في الوقاية والحد من انتشار كوفيد-19. نشكر المملكة المغربية والملك محمد السادس لتلبيته نداء الشعب البوركينابي والمشاركة في جهود محاربة الجائحة بإرسال مواد وقائية وأدوية وكل ما تتطلبه عملية محاربة الوباء.
المساعدات تتضمن مواد مغربية 100%، وهو ما يعكس أهمية الصناعة في إفريقيا والصناعة المغربية في مواجهة هذه الجائحة. يندرج هذا العمل التضامني في إطار المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية في مجال محاربة والوقاية من وباء كوفيد-19. وفي الكاميرون أشاد مجلس الأئمة المسلمين بالمساعدة الطبية المغربية التي أرسلها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس إلى العديد من الدول الإفريقية ومن ضمنها الكاميرون وفي إطار مكافحة جائحة كورونا. وأكد المجلس في بيان أصدره أن هذه المبادرة تجسد أكثر التضامن الإفريقي وتعزز التعاون المتميز بين الكاميرون والمغرب الذي من أهم مرتكزاته تقاسم نموذج مشترك لإسلامية السلم والعيش المشترك والتطور. كما وصلت إلى غينيا كوناكري مساعدات طبية مغربية في إطار الدعم الطبي المخصص تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس لعدد من البلدان الإفريقية من أجل مواكبتها في جهودها للتصدي لجائحة كورونا. تقرير محمد أنس طموح. مظهر آخر من مظاهر التضامن الفاعل للمملكة المغربية مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل مواكبتها في جهودها للتصدي لجائحة كورونا، حيث وصلت إلى غينيا كوناكري شحنة مساعدات طبية مغربية موجهة في إطار الدعم الطبي المخصص تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وزير شؤون الخارجية الغيني مامادي توري تسلم هذه المساعدات المغربية التي تتضمن تجهيزات ومعدات طبية ومنتوجات للوقاية والحماية وكذا كمية من الأدوية. في هذه المناسبة يسعدني أن أنقل عميق الشكر وأصدق مشاعر رئيس البلاد الفاكوندي للراحل المغربي الملك محمد السادس على هذه الهبة السخية والتي تؤكد مجددا على مظاهر التضامن والأخوة والتعاون بين بلدينا. هذه الهبة بشكل واضح تعد جوابا إفريقيا يضاهي كل التحديات. ويأتي هذا الدعم الموجه لغينيا كوناكري بتعليمات ملكية سامية في إطار مبادرة ملكية هامة سيستفيد منها 15 بلدا إفريقيا بكافة جهات إفريقيا. ويندرج هذا العمل التضامني في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة. إنها الاستراتيجية الملكية في إفريقيا التي تضع البعد الإنساني في صلب اهتماماتها ومساهمتها التنموية على المستوى الوطني والقاري. هذه المبادرة تعكس حجم التضامن الذي كان دائما بين بلدينا في سياق التعاون جنوب جنوب. تجدر الإشارة إلى أن جميع المنتوجات والمعدات الوقائية التي تتكون منها المساعدات الطبية المرسلة إلى الدول الإفريقية الشقيقة تم تصنيعها في المغرب من طرف مقاولات مغربية وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية. وإلى جانب التثمين الرسمي لهذه المساعدات توالت الإشادات الشعبية بالمبادرة الملكية المغربية لصالح غينيا كوناكري، حيث تأمل الساكنة هناك في أن تسهم شحنات المساعدات في الرفع من القدرة على مواجهة الفيروس. تعكس هذه الخطوة متانة العلاقات المغربية الغينية، ونحن ننوه بهذه البادرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لمواكبة غينيا، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. علاقات متينة تربط غينيا بالمغرب، نحن فخورون بذلك وسعداء بهذه المساعدات التي سيستفيد منها الغينيون. أذكر أن المغرب لطالما أسهم في تنمية غينيا منذ سبعينيات القرن الماضي. تقديم المغرب مساعدة طبية لغينيا ليس بالأمر الجديد ولا المفاجئ. ووصلت إلى بيساو مساعدات طبية مغربية موجهة إلى غينيا بيساو في إطار الدعم الطبي المخصص لعدد من البلدان الإفريقية من أجل مواكبتها في جهود التصدي لجائحة كورونا، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وتسلمت هذه المساعدات المغربية التي تضمنت تجهيزات ومعدات طبية بعد وصولها إلى مطار بيساو وزيرة الدولة لدى رئيس الجمهورية المفوضة السامية لمكافحة كوفيد-19 ماجد روبالو، بحضور المكلف بالتمثيلية الدبلوماسية المغربية في غينيا بيساو بابانا العلوي محمد صلاح.
إلى جانب شخصيات دينية مرموقة وممثلي الفرع المحلي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 8921 إصابة. وأكدت الوزارة في المقابل تعافي 52 شخصا تماما من الفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء التام إلى 7880 حالة. وإلى حدود العاشرة من صباح هذا اليوم لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليستقر عدد الوفيات في 212 حالة وفاة. تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد وصول 109 أشخاص إلى مطار الحسن الأول بالعيون قادمين من جزر الكناري، من بينهم أطفال ورضع. واستفاد من العملية على الخصوص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص المسنون، إضافة إلى السياح في وضعية هشاشة والأطفال. وجرت العملية في احترام تام للإجراءات الوقائية وفي امتثال للبروتوكول الصحي المعمول به، وذلك قصد ضمان استقبال آمن ومطمئن لهؤلاء المسافرين بإشراف من السلطات المختصة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق أنه لا جديد في قضية الحج لهذه السنة، ما دامت السلطات السعودية لم تصدر رسميا أي قرار بتنظيم العملية من عدمه. كل ما هنالك أن الوزارة توصلت في شهر مارس، في أوائل شهر مارس، بمراسلة من السيد وزير الحج في المملكة العربية السعودية، تقول لنا تريتوا في التعاقدات. ما معنى التعاقدات؟ هي التعاقد من أجل الكراء، والتعاقد من أجل الإعاشة، الأكل، والطريوت، والتعاقد من أجل النقل الداخلي. بمعنى أن هذه التعاقدات التي كانت تتم 3 أشهر وأربعة أشهر قبل ذلك، قد طلب منا رسميا من طرف وزارة الحج في المملكة العربية السعودية أن نطري فيها، أن لم تقع لحد الآن. ولحد الآن وكما يعلم الجميع، فإن سلطات المملكة العربية السعودية لم نسمع منها لحد الآن قرارا رسميا بتنظيم الحج أو عدم تنظيمه. هذا كل ما يمكن أن أقوله في قضية الحج. في بداية الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل، سيقبل التلاميذ على الصعيد الوطني على اجتياز امتحانات البكالوريا لهذه السنة. ولإتمام هذا المسار التعليمي، تنطلق التحضيرات لعملية اعتكاف مجموعة من الأطر التقنية والإدارية التي تسهر على طبع ونسخ أوراق الامتحانات، امتحانات البكالوريا، وفق تدابير وقائية صارمة للوقاية من فيروس كورونا ولإنجاح هذه العملية أيضا. المزيد في هذا الروبورتاج لمروى بن حليمة ووسيم حدان. امتحانات البكالوريا لهذه السنة تجرى في ظروف خاصة واستثنائية بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذه الظرفية لم تمنع عملية اعتكاف وعزلة الأطر الإدارية والتقنية بالمراكز الجهوية للامتحانات كباقي السنوات، عملية تجند لها هنا بالمركز الجهوي للامتحانات لجهة الرباط سلا القنيطرة قرابة 30 إطارا، سيسهرون على الطبع ونسخ أوراق امتحانات البكالوريا لهذه الدورة. التحضيرات جارية لانطلاق هذه العملية وفق تدابير صارمة تراعي وقاية الأساتذة والأطر من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، ثم تأمين الاختبارات. خلال الشهر ونصف يعتكف هنا واحد الطاقم مكون من 30 فردا، إضافة إلى أعوان الخدمات الذين يتكلفون بالطبخ والنظافة إلى غير ذلك. هاد الناس يسهرون على استنساخ ما مجموعه 5 مليون ورقة تضم كافة المواد بمختلف التخصصات حسب الشعب والمسالك، اللي هي بطبيعة الحال منصوص عليها في الهندسة البيداغوجية اللي في المغرب. ثم هذا الطاقم عندما سيتفرغ من هذه المهمة دائما في إطار الاعتكاف،
سيسهر على الترقيم السري للأوراق، أوراق التلاميذ. الاشتغال في مجموعات صغيرة وفي فضاءات كافية ومعزولة من بين التدابير الوقائية الجديدة التي اتخذتها الوزارة الوصية لإنجاح هذه العملية، بالإضافة إلى الوقاية كإجبارية استعمال الكمامات والقفازات الوقائية والتعقيم المنتظم للأطراف ولأدوات العمل والتجهيزات، فضلا عن التعقيم الكامل والمنتظم للفضاءات والمرافق. دابا حنا بصدد اللمسات الاخيره تقريبا باش ينطلق العمليه ديال الاعتكاف والعمليه ديال استساخ ديال المواضيع اللي تقريبا تستمر واحد شهر ونص ان شاء الله، بواحد الطاقم ديال الاعتكاف اللي هو 30 شخص اللي هما لحد الان معتكفين في واحد الظروف صحيه ان شاء الله جيده، مع اتخاذ بيسير الاجراءات الوقائيه من تفشي فيروس كورونا. داخل هذا المركز سيقضي الأطر التربوية ما لا يقل عن شهر ونصف وفق نظام صارم، وهي المجموعة التي اختيرت لكفاءتها وقدرتها على تحمل العزلة. هذه الخطوة تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل سرية العملية وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. إذن نتحول أو يعرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني سياسة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا في المغرب، وذلك ضمن جلسة شهرية عمومية لمجلس المستشارين. فيما بعد رفع الحجر الصحي والحديث عن خطة الإقلاع الاقتصادي وعن مواجهة الآثار الاجتماعية لهذه الجائحة، وهي فرصة أخرى لنعرض توجهات العامة للحكومة في المرحلة المقبلة بإذن الله. وأريد أولا وقبل كل شيء أن أحمد الله تعالى وأجدد التهنئة لجلالة الملك حفظه الله على نجاح العملية التي أجريت له، وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء العاجل وبالحفظ، وأن يديم عليه رداء الصحة والعافية، وأن يبعد عنه كل مكروه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كما تعرفون السيدات والسادة المستشارين المحترمين، قررت الحكومة الأسبوع الماضي الشروع في تخفيف الحجر الصحي مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك استجابة لانتظارات المواطنين. على العكس، المواطنين رحبوا كثيرا بتلك القرارات، ونحن نتواصل معهم ويتواصلون معنا بجمعياتهم بمؤسساتهم بممثليهم، وأيضا انسجاما ما عبرت عنه عدد من الفعاليات الوطنية بمناسبة المشاورات التي كانت، والتي كانت الحكومة قد أطلقتها، والتي أريد وأود هنا أن أشكر جميع الأطراف الذين تفاعلوا مع تلك المبادرة والذين شاركوا فيها، وسأرجع إلى هذا الموضوع. وكذلك أخذنا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية لبلادنا، والترجيح بين مخاطر الإبقاء على نفس تدابير الحجر الصحي وعلى المخاطر المحتملة من تخفيفها. فتمديد حالة الطوارئ الصحية أملته عدة عوامل، لعل من أبرزها استمرار الحاجة إلى إطار قانوني يسمح بالتدخل العاجل لمعالجة الآثار السلبية لهذا الوباء، واستمرار تواجد الفيروس ببلادنا وبين مواطنينا، وأيضا ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى، وهذا يوقع في هذه المرحلة ديال تخفيف الحجر الصحي. فلذلك السلطات خص تكون عندها القدرة، وقت ما خرجت شي بؤرة يمكن أن تقوم بإجراءات خاصة لحماية الحي أو المدينة أو الجهة التي برزت فيها تلك البؤرة، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للاتخاذ لحماية المخالطين ولحماية الأسر الأخرى والمواطنين الآخرين. هذه مسؤوليتنا، مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة، ولا يمكن أن نتساهل فيها، وليقل من شاء ما شاء. وبالمقابل فإن بدء التخفيف من الحجر الصحي كان وفق منهجية واضحة محددة معتمدة من قبل الحكومة، ويجد مبرراته أولا في كون أغلب أهداف الحجر الصحي قد تحققت
بفضل الله تعالى، سماء فيما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية أو الحد من انتشار الفيروس أو التقليل من حدته أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط التي التزمنا بالعمل على تحقيقها وكنا قد أعلنتها من قبل، هي شروط قلنا خدامين باش نوفروها إلى الطفرات عادي يمكن نبدأ التخفيف الحجر الصحي، وهي أولا تقوية المنظومة الصحية، ثانيا نرفع القدرة على إجراء التحليلات، والحمد لله اليوم وصلنا لواحد العدد متقدم جدا مهم جدا، وتقوية القدرة على تتبع الحالات، واليوم راه طلقنا واحد المنظومة خاصة وبرنامج خاص لتتبع الحالات، وكذا التوفر على دلائل لاستئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية سواء كانت صناعية أو كانت تجارية أو كانت خدماتية، والحمد لله هذا الشيء حتى هو التوفر غادي نرجع ليه. وثانيا ضرورة إذن التوازن بين هذا وبين ضرورة العمل على استئناف الدورة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير بفعل الجائحة واستعادة المواطنات والمواطنين لحياتهم الاجتماعية الطبيعية. هذا القرار الذي اتخذناه كان قرارا صعبا وكان مجال وموضوع حوار متواصل بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية ومع الخبراء، وأنتم تعرفون عندنا لجنة القيادة وعندنا أيضا لجنة علمية متخصصة ونتلقى منها تقارير وملاحظات مستمرة، وإحنا ملزمين بأن نأخذها بعين الاعتبار، ماشي كنديروا بالهواء، غير كنديرها كون يفتح ونديرها كون يسد، هذه يخضع لنقاش ولحوار ولتدقيق، ومن بعد كنتخذوا القرار على ذلك الشيء اللي فهمنا الله بطريقة تشاركية ومنسجمة بين أعضاء الحكومة. وتقوم المنهجية المعتمدة على التدرج في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي، ليست هناك أي منظمة دولية وما في مقدمة منظمة الصحة العالمية ولا أي دولة إلا وتقوم بالتدرج في تخفيف الحجر الصحي، هذه قاعدة جوهرية، لأن ما ندخل المجهول، كنتدرج ومن بعد كنقيم وبعد التقييم كنعاود ننتقل للمرحلة الثانية، وهذا الذي قلناه آنذاك. إذن التدرج في تخفيف الحجر الصحي والتقدم بعد ذلك وفق مراحل متتالية، احنا حددناها ثلاث مراحل، وذلك بناء على تقييم منتظم ومستمر، وأيضا دخلنا البعد الترابي أثناء التخفيف باعتبار صنفين من الأقاليم والعمالات كما تعرفون جيدا وفق معايير واضحة حددتها لنا وزارة الصحة، هي قاعدة اللي وضعت اللائحة، قال لي اعطينا دير هذيك المعايير 1 2 3 4 5 هاو هادو هنا هاو هادو هنا باش ما نغلطوش، لأن هذا ماشي قرار سياسي فقط، هذا قرار قبل أن يكون سياسي هو صحي ولحماية صحة الوطن والمواطنين، قبل ذلك السياسة كتجي من بعد كتشوف الإمكانية وكنشوف شوية التدقيقات فقط. ورغم ذلك أوصينا ونوصي باتخاذ جميع الاحتياطات وأن نحذر الحذر حتى نكملوا هذه المسيرة، لأن صبرنا 3 شهور واش على 2 3 الأسابيع غنديروا من دابا؟ غير معقول، ما نهدموش العمل ديالنا ديال 3 أشهر فقط لأن تسرعنا، فقط لأن نستجبوا الضغوط، ما كانش هنا ضغوط، لكن تاخذوا المسائل بمعايير واضحة باستشارة الخبراء ونتخذوا القرارات ديالنا. وراه انتم غادي نعطي غير مثال، انتم كتعرفوا دابا العاصمه ديال الدوله الكبرى اللي الان ولات فيها الموجه الثانيه ولات اسواق عديده تسدات ولات احياء بدات كتسد اليوم ثاني، وهذا الشيء حتى واحد ما عارفش المدى ديالو، فلذلك احنا بلادنا بغينا نمشيو بانتظام وبتدرج الى الامام ان شاء الله الى ان نخرج من هذا الحجر الصحي، لان ماشي مصلحه الاقتصاد نهائيا باش يوقع لنا شي غلط في الطريق، هذاك الغلط في الطريق غادي يخافوا الناس، دابا الان عندنا كثير من المستخدمين والعمال ما بغاوش يرجعوا خايفين، دابا غير كيسمعوا شي بؤره في شي بلاصه وعنده خدمه حداها
كيقول خليني واحد اسبوعين، هو من بلد من مدينه بعيده، كيقول لك نمشي حتى لتما ولا اخره، وكيقول لي والدي انت غتمشي تمرض ولدي، بقى كيصبر. دابا الا وقع شي مشكل هادوك اللي بغاو يرجعوا حتى هما ما غادي يرجعوش، هادوك اللي متخوفين غادي يزيد عندهم الخوف. فلذلك الله يجزيكم بخير، خصنا نتحلوا بالشفافيه ونتحلوا بالحذر ونتحلوا باليقظه ونتحلوا بالوطنيه ونتحلوا بالمستقبليه ونتحلوا بالصبر ان شاء الله، باش هاد ثلاثه اربعه الاسابيع اللي بقات لينا نخرجوا منها بسلام باذن الله تدريجيا شيئا فشيئا. واثبتت الحكومه انها في القرارات السابقه وفي المراحل السابقه انها كانت ناجعه وكانت في الموعد وستبقى في الموعد وستبقى في الموعد وستبقى قراراتها ناجعه باذن الله. وإذا كانت التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا قد مكنت من محاصرة الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين، راه الخبراء كيقولوا شحال تفادينا الحمد لله من الحالات من الإصابات، وشحال تفادينا من الوفيات، عدد ما يقرب من 15,000 على الأقل وفاة تفادينا على الأقل وفاة لتفاديناها، وهذا عدد ضخم على الأقل، ومئات الآلاف من الإصابات تفاديناها، وتفادينا آلاف ديال الحالات كانوا غيكونوا في الإنعاش وتحت التنفس الاصطناعي، وتفادينا أيضا فتفادينا واحد الكلفة كبيرة جدا ما عندها ثمن، لأنكم تعرفون بأن الأرواح لا ثمن لها. يمكن الاقتصاد تنقص شوية ونعاود يزيد، يمكن يكون عندنا مشكل في القطاع ونعاود نعالجوا هذاك المشكل، الوفاة اللي توفاه الله ومشى عند الله ما بقينا ما نديروا ليه. فلذلك احنا ما غادي نغامروش ابدا. اذا في نفس المستوى ان من شأن التدابير الاحترازية واستمرارها ان تساهم ايضا في تعزيز الامن الصحي والذي هو شرط اساسي، شوف الامن الصحي شرط اساسي لاستعادة الثقة في الاقتصاد، لاستعادة الثقة في المقاولة، لاستعادة الثقة في البلاد باش الناس يجيو ولا أي حاجة راه فيها الثقة، والاقتصاد الجزء الأكبر ديالو العمود الفقري ديالو هو الثقة، وهذا سيمكن إن شاء الله من أن نستدرك ما فات وأن يرجع اقتصادنا وترجع تنميتنا ويرجع بلادنا أفضل مما كان بإذن الله. وهذه التجربة اللي خدناها هي تجربة مغربية خالصة، لا ننقل من أحد، لا ننسخ تجربة أحد، لكن نستفيد من كل التجارب، وتتخذ لجاننا المختصة وخبراؤنا وإداراتنا ومسؤولنا يتخذون قراراتهم كل في مجاله على حسب فهم الله وعلى حسب ما انتهت إليه التقارير والتجارب. ونحن لا ثقة في خبرائنا ولا ثقة في مؤسساتنا، وإن شاء الله أنتم تثقوا فيهم لأن أبانوا عن هذه الثقة، راه انتم كتقولوها أبانوا عن هذه الثقة. طيب أريد أن أؤكد مرة أخرى ضرورة استمرار الثقة في مؤسسات الدولة، ضرورة استمرار الثقة فيها. وإحنا تعزيزا لهذه الثقة بدأنا المشاورات مع جميع الأطراف، ويمكن نرجع لهذه القضية. وإن كان أنا أريد أن أقول للسيدات والسادة المستشارين المحترمين أركين بعض المعلومات بسيطة ما خصكمش تغلطوا فيها، وأريد أن أقول للسيد المستشار المحترم أرى السيد وزير الفلاحة عضو دائم كامل العضوية في لجنة الإقلاع الاقتصادي، هذه النقطة الأولى، وبذلك شي كامل اللي قلت كله أرى مبني غير على هذه. ثانيا أنا أقول للسيد المستشار المحترم اللي بدأ كيعيب علينا في أمور تهم القضاء تهم العدالة، من العيب أن نسأل الحكومة عن أمور تهم وتخص سلطة أخرى مستقلة استقلالا تاما عن الحكومة، ونحن بالمناسبة ما نجاوبكش. علاش؟ لأن نحن نحترم اختصاصات تلك السلطة الأخرى، نحترمها وما نتدخلوش فيها، وهي عندها كامل الصلاحية باش وعندك إمكانيات عند هذيك السلطة باش تدير شكايات أو تراجع أو تدير الآليات الأخرى، أرى المحامين أرى عارفينها، شوف كي دايرة، وإن شاء الله تلجأ لنفس السلطة
راه عندنا هي امكانيه المراجعه او الاستدراك او اعاده النظر في ما عندكم من 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 طلبات. وفي هذا الخاتم او هذه المقدمه بغيت نختم بواحد القضيه. الحمد لله اليوم الشعب المغربي اثبت والمغرب عموما اثبت واحد مستوى ديال التضامن، واحد المستوى ديال الوحده، واحد المستوى ديال التعاون والتآزر وراء جلالة الملك عالية جدا. حافظوا عليها، الله يجزيكم بخير، حافظوا عليها، نعطوا الإشارات الإيجابية. وأنتم النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية والنخبة الاجتماعية، إشارات إيجابية للمواطنات والمواطنين، لأن إذا اجتمعت النخبة وكانت قوية في توحدها المواطنين كيتبعوها. ولكن إلا شفنا الكلام كيدخل ويخرج راه كاين مشكل، كاين مشكل. ولا يمكن أن ننجح حالا ومستقبلا إلا بالحفاظ على هذا التضامن، هو اللي غادي يخلينا غادي ننتجوا ونسجوا أحسن في المستقبل. والحمد لله قد أنجزنا الكثير في هذه الشروط القليلة. وأذكر هنا واحد المثل أمازيغي راقي وبليغ جدا، حنا كنقولوا يتزويت ورا يتزويت ها ورا تسكر تمنت، يتزويت ورا تسكر تمنت، نحلة واحدة لن تنتج العسل. النحل خصو يتجمع باش يدير العسل، أما وحدة ما غادي تنتج العسل. وما أبلغ هذا المثل، وخصوصا إذا نطق بالأمازيغية الفصيحة. يوم 18 مايو الماضي كنت قد عرضت أمامكم تصورا واضحا يتضمن مبادئ تخفيف الحجر الصحي وشروط البدء في تنزيله. ويوم 10 يونيو قدمت أمام مجلس النواب حصيلة ما تم إنجازه منذ ذلك التاريخ، وأعلنت عن بدء المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي. وقلت آنذاك بأن عندنا ثلاثة المراحل. مرحلة بدء التخفيف التي بدأت يوم 11 يونيو وفق محددات حددت في بلاغ خاص، والمرحلة الثانية إن شاء الله غادي تجي ستتسع فيها تدابير التخفيف سواء بعمالة وأقاليم المنطقة واحد أو المنطقة جوج، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركة أوسع وأيسر، وقد تمكن في الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية. وسنعلن عن البدء في هذه المرحلة الثانية بعد التقييم. من اليومين غادي ندير التقييم أول ونشوفوا النتيجة ديالو، وغادي نقرروا بعدها. هذا غادي يكون من بعد إن شاء الله بناء على نتائج التقييم. ثم بعد ذلك غيجي واحد المرحلة متقدمة، هي المرحلة الثالثة. ستعرف بطبيعة الحال دائما بحسب تطور الحالة الوبائية العامة مزيدا من التخفيف على مستويات أخرى، بما في ذلك توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، ترخيص بالتجمعات في حدود معينة بالأنشطة العامة وفق ضوابط. كما قد تعرف هذه المرحلة وبحسب تطور الوضعية على المستوى الدولي البدء في إجراءات تروم استئناف حركة التنقل الدولية والسياسة الخارجية. كما أعلنت يوم 10 يونيو عن آلية الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى من خلال تتبع مستمر وتقييم أسبوعي. منذ ذلك الحين لم يخلو يوم تقريبا من إجراءات وتدابير جديدة تعلن عنها القطاعات الحكومية تسير كلها في اتجاه تنزيل إجراءات التخفيف والاستعداد لمزيد من إجراءات التخفيف. السيد الرئيس، سأتطرق على التالي. أولا لخطة الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. فمعلوم أن الرهان الأساسي لبلادنا للفترة المقبلة يتمثل في إعادة تحريك الاقتصاد واستئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدماتية، مما يستلزم تضافر جهود الجميع. وترتكز رؤية الحكومة في هذا المستوى على رافعتين أساسيتين: خطة للإنعاش الاقتصادي إلى متم سنة 2021 بهدف إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الأزمة، خطة للإقلاع الاقتصادي
على المدى المتوسط تتم بلورتها في انسجام مع ورش تجديد نموذج التنموي مع ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة. ما هي اليوم عدد من المعطيات والمؤشرات مرتبطة بالجانب الاقتصادي؟ الظرفية الاقتصادية كما تعرفوا والظرفية المالية صعبة، ليس في المغرب فقط ولكن في العالم كله، مختلف دول العالم وخصوصا الشركاء ديال المغرب عندهم وضعية صعبة جدا نتيجة توقف عدد من الأنشطة أساسية ونتيجة الضرر الذي لحق بقطاعات حيوية على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني، وهما ينعكس سلبا على مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية بما فيها معدل البطالة من جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام التي أعطيت في التوقف الكلي أو الجزئي للنشاط عدد من المقاولات التي بلغت تقريبا 136 ألف مقاولة التي صرحت بأنها نشاطها توقف جزئيا أو كليا، وهو ما يشكل حوالي ثلث المقاولات، وما أدى إلى توقف مؤقت عن العمل ل 960 ألف أجير تقريبا على حسب التصريح الأخير، أي حوالي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. الصادرات أيضا سجلت واحد تراجع كبير على مستوى جميع القطاعات وخصوصا المرتبطة بالسلاسل الاقتصادية العالمية، والأرقام أعلنت وأنتم تعرفونها جيدا. عرفت عائدات القطاع السياحي أيضا تراجعا، انخفاض ملحوظ في هذه الأربعة أشهر الأخيرة، وأنتم تعرفون بأن القطاع السياحي من بين القطاعات التي تضررت عبر العالم وأصابها شبح شلل، وفي بلادنا أيضا بما فيها مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع السياحة. ومن المتوقع أن يترتب عن كل هذا انكماش مقدر للناتج الداخلي الخام هذه السنة قد يمتد إلى سنة 2021، وهذه السنة بعض الخبراء يقدروه بتقريبا ناقص 6%. كما نتجت عن هذه الوضعية بطبيعة الحال انعكاسات سلبية اجتماعية بسبب تدني دخل فئات واسعة من الأسر ومن المواطنات والمواطنين، ونحن واعون بذلك وواعون بتأثير السلبي هذا على قدرتهم الشرائية. اتخذت الحكومة في هذه المرحلة عدد من التدابير الاستعجالية من أجل تخفيف هذه الوطأة، وطأة هذه الجائحة على الاقتصاد وعلى فئة واسعة من المواطنات والمواطنين ومعهم على نشاط المقاولة. وباش نشير هنا غير لبعض الأرقام الأخيرة التي صدرت، ذلك أن تدخل الدولة مكن من تخفيف جزء كبير من هذه التداعيات بشكل كبير، وتجلى ذلك في المعطيات التالية. أولا استقرار معدل مداخيل، استقرار مداخيل الضريبة على القيمة المضافة اللي هي في هذا الشهر ماي ناقص 0.6 بالمقارنة شهر ماي من السنة الماضية في آخر مذكرة ديال وزارة المالية، وذلك بفضل الجهود التي بدأتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مختلف الدعم، لأن التحريك الاستهلاك يتم من خلال، تم أيضا من بين الآليات من خلال هذا الدعم للمتضررين من الجائحة. ثانيا التحكم في مستوى التضخم الذي لم تتعدى نسبته 0.9% ما بين أبريل 2019 وأبريل 2020، وهذا من نسب التضخم الأدنى في العالم، وذلك بفضل حرص الحكومة على التموين المستمر للأسواق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والزيادة غير المشروعة في الأسعار، مما ساهم في استقرار الأسعار. وهذا الشيء درت فيه لجان، درت فيه مراقبات، درت فيه تدخلات، درت فيه جهود كبيرة، كاين متابعة يومية لجميع المواد التي تستهلك
على نطاق واسع من قبل المواطنات والمواطنين لتوفيرها في الأسواق أولا والحفاظ على أسعارها ثانيا. وهذا واحد جهد كبير درته مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة، الفلاحة والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى الإنتاجية التي باش توصل هاد المنتوجات إلى المواطنين ونحافظوا على تزوية السوق، وهذا شيء مهم جدا. فقد وضع نظام خاص للتتبع اليومي للمواد الأساسية ومراقبة أسعارها فضمان تزويد السوق بالمواد الغذائية والمواد الطبية والمواد الطاقية، هذا مؤشر من مؤشرات النجاح في هذه المرحلة. وقد قال أحد السادة المستشارين المحترمين بأنه في بعض الدول أرى شفنا بعض المدن كيكون الصفوف باش الإنسان يأخذ شوية من المؤونة باش يتمعش، والحمد لله هذه رنجحنا فيها وزيدوا على النجاحات الأخرى الباهرة التي حققناها في هذه المرحلة متضامنين كلنا بطبيعة الحال. ثالثا، ارتفاع نفقات الاستثمار العمومي. إلا رجعتوا لهذه المذكرة ديال الإحصائيات اللي صدرتها مديرية الميزانية دابا صدرتها غير أيام هذه على حسب شهر أبريل، أش كتقول لنا؟ كتقول لنا راه الاستثمارات ما بين ماي 2019 وماي 2020، هذه كتهم ماي، أعتذر، ماي 2020 ازدادت بنسبة 10%. بمعنى رغم الظرفية الصعبة، شوف رغم الظرفية الصعبة ورغم أن المداخل ديال الميزانية قليلة، إلا أننا حرصنا على أن نوفي بالتزاماتنا في جميع الاستثمارات العمومية في هذه المرحلة، وهذا خط سير ديال الحكومة. علاش؟ لأننا كنعرفوا بأن الطلب الداخلي مهم، والاستثمار العمومي كيشكل رافعة من رافعات الطلب الداخلي باش يمكن المقاولات وخصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وأيضا الكبيرة باش تاهي باش ما توقفش الحركية ديالها وباش يمكن الشغيلة يبقاو المستخدمين يبقاو في المقاولات ديالهم. هذا جزء واحد الجهد كبير درناه على الرغم من الصعوبات التي أشرت إليها. رابعا، تحسين آجال أداء المؤسسات العمومية. ففي هذه المرحلة الظرفية هذه الصعبة رغم ذلك زدنا في تحسين آجال أداء المؤسسات العمومية لمستحقات المقاولات، وكان في يونيو 2019 50.6، اليوم احنا في 41.7 في نهاية أبريل 2020، وذلك بفضل التوجيهات ديال الحكومة المستمرة التي نجددها لمختلف الإدارات، ولكن بالخصوص هنا كنعني المؤسسات العمومية. الإدارة أصلا أجل الأداء عندها قد تحسنت. وفضلا عن ذلك الحكومة درت عدد سيل مئات الإجراءات ديال التدخل، جميع القطاعات درت عدد من التدخلات كلها باش نحاول ما أمكن نخفو من الأزمة الآثار ديال الجائحة على المقاولات سواء خصوصا الصغيرة والمتوسطة وأيضا على الشغيلة وعلى عموم المواطنين. مئات الإجراءات، راه يمكن نزيدوا على 500 إجراء أو 550 إجراء، ولكن احنا هنا بالخصوص لأن أنتم شرطوا الاقتصاد لدعم المقاولات لدعمها لتتجاوز المرحلة الصعبة وتخفيف الضغط على سيولتها وعلى خزينتها، يعني درت عدد من الإجراءات. من بينها آلة الضمان، ضمان أكسجين اللي اليوم تقريبا 24,000 مقاولة اللي خدات الضمان أكسجين. ثم من بعد دعمت بجوج الآليات الأخرى، وهي انطلاق المقاولات الصغيرة جدا، رولونس تي بي او، انطلاق المقاولات الصغيرة جدا وهو ضمان بنسبة 95% لتمويل استئناف نشاط المقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل رقم معاملتهم عن 10 ملايين درهم في حدود 10% من رقم المعاملة السنوي. احنا متفاهمين بأن بعض الناس الآن استأنفوا الأشغال ديالهم، حرفيين أو تجار أو مهنيين متوسطين أو مقاولات صغيرة جدا، عندهم ضغط ديال الكرة ديال مصارف أخرى ثابتة ثم يديوها، يمكن لهم يستفدوا من هذه بضمان ديال الدولة. الحكومة ضمنت 95% ويأخذوا واحد التمويل اللي يمكن يوفيوا بهذه الالتزامات الضاغطة الآنية باش يتجاوزوا هذه المرحلة
الصغيرة. عاتني عندنا واحد ضمان إقلاع، آلية ثانية ضمان إقلاع والذي يتراوح ضمان الدولة فيه بين 80 إلى 90% حسب حجم المقاولة، وكيهم المقاولات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 10 ملايين ديال الدرهم في حدود حجم معاملاتها، أعتذر 10 ملايين درهم في حدود شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية، وفي حدود شهر بالنسبة لباقي المقاولات. وأيضا هناك عدد من الإجراءات شرحت هنا، شرحها السيد وزير المال الاقتصاد والمالية لا شك، أو السيد وزير التجارة والصناعة، منها دعم الولوج إلى القروض البنكية، تسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات، الرفع من وتيرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة. هذه حتى هي جهد ديال الدولة وديال الحكومة في عز الأزمة، ورغم ذلك قضينا استرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات في هذه المرحلة، هذه استرجعت 5 مليار و167 مليون درهم في متم ماي 2020 مقابل 5 مليار و125 مليون درهم في متم ماي 2019. مع ذلك حاولت الحكومة جميع الالتزامات اللي عندها والأمور اللي هي في يديها اللي يمكن تدعم بها المقاولات، حاول تسرعها، حاول تديرها وتضغط في نفقات في مسائل أخرى اللي هي ما كتهمش المقاولة وإنما كتهم أمور جانبية. ويتضح مما سبق أن الحكومة بقدر إدراكها لحجم الآثار السلبية التي تكبدها الاقتصاد الوطني وللصعوبات التي تعاني منها المقاولات الوطنية بقدر مضاعفتها للمجهود العمومي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولة الاستثمار والحفاظ على التوازنات. وأريد هنا أن أشير إلى نقطة، مثلا الأوراس ديال الأشغال العمومية، الأشغال العمومية كان عندهم عدد الصفقات الإجمالية اللي عندهم 988 صفقة في الجميع، كل شيء فيما يخص الطرق والمواني والسكك الحديدية والمنشآت المالية والسدود، وكانت توقف في البداية 33% من الأوراس توقفت، من الأوراس أحيانا توقفت إما لأن النقل كيصعب. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع عرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمام مجلس المستشارين بخصوص خطة الحكومة الاقتصادية لفترة ما بعد جائحة كورونا، والتي أشار فيها منذ بدايتها أن حماية صحة المواطنين كانت الهدف الأسمى وكانت فوق كل اعتبار قياسا إلى كل الاعتبارات الأخرى. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن تخفيف الحجر الصحي جاء بعد تحقق أغلب الأهداف التي كانت مسطرة منذ البداية، ولعل من ذلك التحكم في الوضعية الوبائية بشكل عام، وأيضا تحقق العديد من المؤشرات الأخرى لا سيما تقوية المنظومة الصحية، وأيضا الرفع من قدرة المختبرات الوطنية على إجراء الاختبارات والكشوفات الفيروسية، وأيضا قدرة المنظومة الصحية على تتبع الحالات، وأيضا توفير الدلائل والبروتوكولات المتعلقة باستئناف الأنشطة والدورة الاقتصادية. رئيس الحكومة قال أيضا إن منهجية الحكومة قائمة على التدرج في تخفيف الحجر الصحي خلال المراحل المقبلة، ومنذ البداية أيضا قال بأن تحديد قائمة الأقاليم وتوزيعها بين المنطقتين 1 و2 حسب حدة الانتشار الوبائي كانت من طرف وزارة الصحة أساسا. ورئيس الحكومة قال أكثر من ذلك بأن خلال هذه المراحل المتبقية الحكومة لا تريد أن ترتكب أخطاء، لا نريد خطأ في الطريق على حد تعبيره، وأوصى بالالتزام بالحذر والصبر. رئيس الحكومة قال أيضا إن التدابير الاحترازية مكنت من تفادي نحو 15,000 وفاة ومئات آلاف الإصابات، فضلا عن تفادي حالات وضغط على المنظومة الصحية لا سيما أسرة الإنعاش إلى غير ذلك. رئيس الحكومة قال إن من شأن استمرار الاحترازات والإجراءات الوقائية ضمان الأمن الصحي مما يسهم في إعادة الثقة للاقتصاد، وقال بأن التجربة المغربية في مواجهة الجائحة لا تنسخ من أحد، وأوصى بضرورة استمرار الثقة في المؤسسات القائمة على مواجهة هذه الجائحة. وقال رئيس الحكومة إن المغرب أثبت مستوى من التضامن وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو ما ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه. رئيس الحكومة قال إن مرحلة بدء التخفيف التي بدأت في 11 يونيو والمرحلة الثانية وهي المرحلة المقبلة ستتضمن تخفيفا أكبر في المملكة، وقد تمكن من إطلاق السياحة الداخلية، وأيضا قد يسمح باستغلال بعض الفضاءات العمومية وفق تدابير معينة. نعود لنواصل معكم مشاهدينا الكرام كلمة رئيس الحكومة من مجلس المستشارين المغربي 2021 على الأقل،
ولكن أيضا هناك مساعدة تقنية لإعادة انطلاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من خلال عرض الاستشارة والمواكبة لإعداد هذه المقاولات لمخططاتها للإقلاع. ومن هنا تكلفت الحكومة بدعم 80% من كلفة المواكبة بالخبرة المتخصصة من خلال 6 مراحل تكلفت بها وزارة التجارة والصناعة 80% من كلفة المواكبة بالخبرة المتخصصة تؤدى 80% تكلفت بها الحكومة كتأديها المقاولة كتأديها 20% فقط. أولا قلنا المواكبة التكوين والاستشارة من خلال 6 محاور إعداد مخطط إدارة الأزمات وخطط إعادة الانطلاق، تدبير السيولة والتمويل، مواكبة الإدارة والموارد البشرية، تأمين وتطوير المبيعات، تحسين الإنتاج وسلسلة التوريد، التحول الرقمي للشركة. وهذه أمور مهمة جدا إن شاء الله غيتمكن باش الإقلاع. ويمكن نقول وزارة السياحة مع عدد من المسؤولين والمدراء في قطاع السياحة، فعدد من المؤسسات السياحية تحتاج فعلا إلى مثل هذه المواكبة. هذا نموذج يمكن المواكبة، لأن الخبرة الإكسبرتيز تجاوز الأزمة، كيف تدبر السيولة، كيف تبحث عن كيف تسوق المبيعات، هذه راه خبرات وتعلم. فلذلك التكوين فيها الوعي اللي كيقول لك اعطيني تعلم، فلذلك التكوين فيها الوعي اللي كيقول لك اعطيني لا تعطيني سمكة وعلمني كيف اصيد السمك. هي هذه اللهم تعلم، واخا تعطيه الفلوس اللي عطيتيه غادي يمشي، وفي الاخر غادي يقول لك اعطيني، ولكن الا علمتيه كيفاش هو يحصل على ذاك المال، كيفاش يدبر الخزينة ديالو، كيفاش يدبر الأوراس اللي كي يتبعها، كيفاش يدبر العلاقة مع الزبناء بطريقة جيدة، كيفاش يطلع الجودة في المؤسسة ديالو. عطيتيه واحد كنز دائم، وهذا هو هنا خصنا نديرو الاستثمار، وخص فيه التعاون الاستثماري فيه. الحرص على استقرار الاستثمار العمومي هدرت عليه، غادي يولي هو خط ناظم استراتيجي. أنا كنهضر على التوجهات الاستراتيجية ديالنا للإنعاش الاقتصادي. الحرص على استقرار الاستثمار العمومي وتوطيده من خلال آلية مبتكرة، وخصوصا شراكة قطاع عام قطاع خاص، وحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج الوطني والحد من الواردات، تشجيع الإنتاج وعودة الحركة الاقتصادية من خلال دعم الشركات الوطنية المتضررة، ولا سيما العاملة في القطاعات الاستراتيجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط ديناميكية الاقتصاد والتشغيل بعد أزمة كوفيد. وهذا من بين المقترحات التي طالبت بها أيضا عدد من المذكرات ديال الأحزاب السياسية والنقابات، توفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، مزيد من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، رقمنة الإدارة، تسريع ورش لا تمركز إداري، مواصلة التنفيذ استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها. وأريد هنا أن أشير إلى أن هنا جزء الأمور خصني نشير لهم. أولا أن نحاولنا في هذه المرحلة ندير واحد المقاربة تشاركية في أعلى مستوى. عدد من القطاعات كيديروا باستمرار لقاءات مع المهنيين والجمعيات المهنية ديالهم، كيتصوروا معهم، كيحاولوا يتصنتوا لهم، كيعرفوا شنو هي الإشكالات والضرر اللي صابهم، شنو هو المقترحات، كيف التفاعل معهم. ولكن أيضا أطلقنا لقاءات على مستوى رئاسة الحكومة مع عدد من الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والغرف المهنية وعدد من الجمعيات المهنية، كانت مهمة جدا، والهدف منها هو بلورة حوار وطني حول المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية. كما توصلت، وبغيت نشكرهم جميع الذين استجابوا والذين تفاعلوا بوطنية عالية، كنشكرهم. وهذا هو المغرب، احنا يد وحدة باش نخرجوا من هذه الجائحة ونجوا للمشاكل ديال المستقبل، او انتصروا عليها ونجحوا ان شاء الله اذا بقينا متضامنين بحال هذوك تيز زويتين هذوك بحال هذاك النحل، مثل النحل
إذا بقينا هكاك راه سننتج عسلا إن شاء الله يكون خيرا ورخاء لبلدنا حالا ومستقبلا بإذن الله. وأيضا توصلت رئاسة الحكومة ب 23 مذكرة غنية، 23 مذكرة من 27 هيئة، راه شي مذكرات يلا واحد مذكرة توصلت بها غير البارح، ومذكرات قبل معنا باقي كتوصلوا مذكرات، باقي قالت لي السيدة المستشارة باقي المذكرة ديالهم في الطريق إن شاء الله، من 27 هيئة غنية بالتقييمات غنية بالمقترحات، نحن بصدد دراستها في رئاسة الحكومة، كما أننا بصدد إرسالها لمختلف القطاعات الحكومية المعنية لأخذ مقتضياتها بعين الاعتبار في وضع خطة إنعاش اقتصاد الوطني وإعداد قانون المالية التعديلي. وأريد هنا أن أشكر الجميع كما قلت منذ قليل، وسندبر المرحلة المقبلة بنفس المنهجية التشاركية بنفس الإنشاط. وأريد هنا أن أقول بأن مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي اللي بديناه احنا بغينا نديروا فيه نطلقوا فيه واحد الحوار، حوار تكون فيه الحكومة مع المركزية النقابية مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب، نركز فيه على كيفية الإقلاع وكيفية رجوع العمل إلى 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 طبيعته، ما هي الإجراءات اللي خصنا نديروها، المقترحات ديال كل طرف كيفاش نناقشوها باش نلقاو واحد الحل وسط، وكيف أيضا كيف يمكن أن نحافظ على مناصب الشغل، لأن هذا هاجسنا جميعا، هاجسكم وهاجسنا. فلذلك إن شاء الله من هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل غادي نبداو هذه القضية ديال هذا الحوار هذه الثلاثي إن شاء الله، باش نركزوا على هذه النقاط ونمشيو المقترحات ديال الاتحاد العام لمقاولة المغرب الذي أشكره على صراحته وعلى مدي بهذه المذكرة، وأيضا لأنه أعطاني المذكرة، أنتم إلا أعطيتوني المذكرة غادي نشكركم فورا. ثانيا النقطة الثانية ثانية عاملة الحكومة ترى المرحلة الماضية على إعداد على الاستعداد. أن لدينا نواصل معكم متابعة عرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمام مجلس المستشارين بشأن خطة الحكومة الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا، وهي الكلمة التي أشار فيها إلى أن الرهان الأساسي للمرحلة المقبلة هو تحريك الاقتصاد وتحفيزه، وأورد أن نرى أن رؤية الحكومة تقوم على خطتين، الخطة الأولى للإنعاش الاقتصادي والتي تمتد حتى نهاية العام 2021، فيما تتضمن أيضا خطة ثانية للإقلاع الاقتصادي بتنسيق طبعا مع توجهات النموذج التنموي، وهي ستكون خطة على المدى المتوسط. رئيس الحكومة قال إن الوضع الاقتصادي بشكل عام على المستوى الدولي صعب، لا سيما بالنسبة للشركاء الاقتصاديين التقليديين للمملكة، وهو الوضع الذي يدفع نحو المزيد من البطالة في المغرب. تحدث رئيس الحكومة عن أن توقف نحو 960 ألف أجير، ثلث وهو العدد الذي يوازي ثلث أجراء القطاع الخاص تماما. الصادرات تراجعت أيضا والسياحة توقفت تقريبا. رئيس الحكومة تحدث عن التوقعات الاقتصادية التي أشارت إلى توقع انكماش يمكن أن يصل إلى حدود ناقص 6% هذه السنة في المملكة، وقال بأن تدخل الدولة مكن من تخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد المغربي، وأشار إلى أن استقرار إلى بعض المؤشرات الإيجابية رغم كل هذه التداعيات، منها استقرار مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا التحكم في مستوى التضخم وارتفاع نفقات الاستثمار العمومي رغم الأزمة وحدتها. نعود نواصل كلمة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين المغربي. ووضع نظام تحفيزي انتقالي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة هذه الأزمة. ثانيا تعزيز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وإعادة ترتيب اعتمادات التسيير والتجهيز حسب أولويات المرحلة. هذا الشيء درت فيه عمل، كنت درت فيه مذكرة وزعت على القطاعات الحكومية، درت مشاورات مع كل قطاع حكومي وقطاع حكومي، درت الأولويات كلها، هذاك الشيء درت تقريبا. مراجعة نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة، وستكون لكم إن شاء الله الفرصة لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي عند عرضه أمام أنظاركم خلال المرحلة المقبلة. بطبيعة الحال أنتم كتعرفوا مشروع قانون المالية التعديلي كتسبقوه
واحد التوجهات العامة لقانون المالية اللي حسب الدستور يجب أن تعرض وأن يجيزها مجلس وزاري، وإن شاء الله هذا غادي يتم في القريب. إذن هذا الشيء كله دابا هو بالنسبة لإنعاش لمواجهة لإنعاش الاقتصاد في المدى القريب والمتوسط، لكن ما هي استشراف آفاق الإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط؟ نتوخى إعداد ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل، وذلك تعبيرا عن طموح مشترك. نواصل معكم متابعة كلمة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين المغربي حول خطة الحكومة الخطة الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد مصطفى حنين، النائب البرلماني السابق، عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. أهلا بكم سيد حنين. أهلا وسهلا وأهلا بالمستمعين الكرام. مرحبا بك. لعلك تتابع منذ بداية الكلمة كلمة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين، والتي تحدث فيها أيضا عن لنقول حصيلة تحرك الحكومة من أجل لنقول وقاية الاقتصاد المغربي أكثر ما يمكن من تداعيات الجائحة. في تقييمكم، هل الرؤية التي بدأت تتكشف بعض المعالم للمرحلة المقبلة كفيلة بأن تخرج أو تحفز الاقتصاد المغربي بالكيفية المطلوبة؟ أولا أنا جد مستاء لأنني انتظرت رؤية ورئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين قدم شعارات ولم يقدم ولو أرقام للتعبير عن هذه الرؤية المستقبلية. لا أتكلم عن التدابير التي اتخذت من قبل. اليوم نتكلم عن كارثة اقتصادية وطنية في جميع القطاعات، وخصوصا في قطاع السياحة، في عدة قطاعات اللي توقفت 100%. وكنت أنتظر أن السيد الوزير الأول المحترم رئيس الحكومة يأتي ويقدم أمام عبر مجلس المستشارين إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة والفاعلين في هذا الميدان بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة اليوم، حتى يكون يعني شيء من الآمال والثقة عند هذه الفئة من المقاولات. مع الأسف لاحظنا لأن جاء بخطاب عمومي، جاء بخطاب لم يعطي ولو رقم واحد. سيد مصطفى حنين، نعم. عذرا عن المقاطعة، ما دامت الكلمة هي متواصلة في الواقع وننتظر تكشف إذا كان في من ضمنها عناصر جديدة لرؤية الحكومة للإقلاع الاقتصادي، ما تحدث عنه رئيس الحكومة من هذه المبادئ التي ستكون حاكمة لتحرك الحكومة في المجال الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من ضمن ذلك الحرص على استقرار الاستثمار العمومي كمسألة استراتيجية وكخيار استراتيجي، أيضا إحداث صندوق استثمار عمومي، توفير مناخ اقتصادي جديد وتبسيط الإجراءات، وهذه المشاورات الموسعة مع كل الفاعلين كما ذكر ذلك رئيس الحكومة، ألا يبدو ذلك لكم مقنعا؟ بالفعل هذه مطالب قدمناها في المذكرة التي قدمها حزب الاستقلال، هذه من الأشياء الأساسية التي طالبناها في المذكرة التي قدمناها للسيد رئيس الحكومة. بالطبع نتمم خلق هذا البنك الاستثمار العمومي، طرحنا ونصحنا الحكومة أن تعتمد وأن تحتفظ بالاستثمار العمومي كرائد لتحريك عجلة المقاولات في المجال العمومي، وهذا شيء نتمنه، ولكن كنا ننتظر إجراءات بالنسبة للقطاعات. لما نتكلم عن ركود بناقص 6% راه شيء يعني مذهل للاقتصاد المغربي، شيء مذهل لعدة قطاعات. وكنت أنتظر من السيد رئيس الحكومة أن يعطينا اليوم، ليس غدا، اليوم ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فعليا. طبعا الأشياء التي نتمنها عموما، ولكن النتي ونقول بالنسبة للمقاولة سوف نعتمد على التكوين، سوف نساعدكم في التكوين وفي في أداء مكاتب الاستشارات التي ستنصحكم كيف تجتازون هذه الأزمة. المقاولة لا تنتظر هذا الكلام. سيد مصطفى حنين،
ما يمكنش نتكلموا على المقاوله ونقولوا لها البرنامج الحكومه اللي عندنا هو اننا غادي نخلصوا لكم ونساعدكم باش تخلصوا مستشارين اللي ساعدوكم في التكوين. طيب ماشي هذا هو الوقت ديال هذا الاجراء، ماشي هو هذا الوقت. هذا اجراء مهم بالنسبه للمقاوله ولكن ماشي هو رئيس الحكومه. عفوا سيد مصطفى حنين، رئيس الحكومة تحدث أيضا عن عدد من الآليات التمويلية لتخفيف الضغط المالي على خزينة المقاولات، ومنها ضمان أكسجين وهذا البرنامج المتعلق بانطلاق المقاولات الصغيرة جدا، وقال رئيس الحكومة أنه 24 ألف مقاولة استفادت في الفترة السابقة. أليست هذه الإجراءات كافية من أجل لنقل الحفاظ على النسيج المقاولاتي المغربي وحمايته؟ أستاذ لما نتكلم عن الإطار الماكرو اقتصادي الوطني، بالفعل الإجراءات التي اتخذت الحكومة تعتمد على ثلاثة أشهر لهذه الأزمة اللي كان فيها الحظر الصحي ولتوقفات فيها المقاولة، وهذه الإجراءات تتهم هات الخور، يعني هات الخور الاداء ديال العمال عبر الصندوق الضمان الاجتماعي، دعم ضمان اكسجين باش هاد المقاوله تفرغ، يعني ماشي مستقبلا. انا مثلا تنتكلم شنو هي الاجراءات اللي غادي تخلي هاد المقاوله ما تسرحش العمال ديالها غدا، ما تسرحش العمال ديالها وتستأنف العمل ديالها. اليوم راه عدة مقاولات إلا ما اتخذت الحكومة إجراءات فعالة غادي ما نلقاو فيها ما نعتقو، ما غاديش تبقى مقاولات اللي غادي تخلينا العمال. لما تنتكلموا على ستة نقاط من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب راه هي 200 ألف فرصة شغل غتمشي غتضيع، ولهذا الإجراءات اللي اتخذت يعني إجراءات ساعدت في هذه الفترة بالضبط. لكن أنا تنتكلم على الإجراءات اللي كنا تنتظروا اليوم من سيد رئيس الحكومة، وهي على الإقلاع المستقبلي. أشنو درنا لهذه المقاولات؟ أشنو درنا في القطاع السياحي؟ أشنو درنا في المقاولات الصغرى والمتوسطة اللي اليوم يعني ما يعني المستهلك ما بقاش عنده ذاك الدخل اللي كانت عنده باش غادي تكون ديك العجلة سيد مصطفى حنين. هل باختصار شديد لو سمحتم حتى نعود لكلمة رئيس الحكومة، هل تتصورون أن الحكومة بحكم هذا التراكم الذي جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية فيما يتعلق بإجراءات دعم الاقتصاد والمقاولة يمكن أن تكون أمام خيار لنقول ترك المقاولة في المرحلة المقبلة أمام مصيرها؟ هذا مستحيل تترك المقاولة، احنا ما يمكنش نخليه احنا سياسي وكمسؤولين وطنيين غادي نعاودوا ننبه الحكومه عبر البرلمان ديالنا عبر النواب ديالنا عبر المستشارين ديالنا باش يبقى هذا الدعم ديال المقاوله والدعم ديال المقاوله الصغيره والمتوسطه لانه اساسي بالنسبه للاقتصاد المغربي. شكرا جزيلا لكم سيد مصطفى حنين، ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا لنتابع جانبا من كلمه رئيس الحكومه امام مجلس المستشارين المغربي. وهذا شيء مهم جدا. انا لن اسرد عليكم وسيعلن عن الفئات الأخرى قريبا إن شاء الله حتى يستفد من الحصة الثالثة، ولن أسرد الأرقام لأن الحمد لله أنتم حافظينها من كثرة تكرارها والإعلام كله يعني اهتم بها، لكن أريد أن أشير إلى أن حدة الأزمة الحالية أظهرت أهمية الاستمرار في رهان الحكومة على الاهتمام بالمجال الاجتماعي باعتباره أحد أولوياتها المسطرة في البرنامج الحكومي، اقتناعا منها بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو عماد التقدم، عماد التنمية، وهو عماد الاستقرار. ومن هنا فستواصل الحكومة بطبيعة الحال إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله للانخراط في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدد من البرامج إما التي بدأت والتي ستبدأ، وراء عندنا برنامج ديال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وأيضا لتنزيل القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، وفيه عدد من الأوراش مثل تعميم التعليم الأولي استمرار فيه التربية الدامجة مدن المهن والكفاءات وغيرها من الأوراش، وبطبيعة الحال وفيه أيضا تجويد ومأسسة التعليم عن بعد، وفيه أيضا دعم وتطوير البحث العلمي
ومختلف الأوراش الأخرى. بالنسبة لقطاع الصحة أيضا، ففضلا عن استمرار الرصد واليقظة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا، سينصب مجهود الحكومة في الفترة المقبلة على تحسين حكمة القطاع والعمل على تطوير خدمات المنظومة الصحية من خلال عدد من التدخلات التي هي أصلا مبرمجة أو التي ستبرمج واللي هي واردة في مخطط قطاع الصحة دي 2025. ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فالحكومة ستواصل تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم سنة 2020-2030 والتي كان قد صدق عليها في نوفمبر الماضي من قبل اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وفيها جوج آليات معروفين: آلية التأمين الاجتماعي وآلية الدعم الاجتماعي. آلية التأمين الاجتماعي اللي كيهمني هنا بالخصوص نشير ليه هو سيد مصطفى حنين، أتمنى أنكم لازلتم في تواصل معنا. تبعتم هذا التوجه الحكومي الذي أشار إليه رئيس الحكومة قبل لحظات، وهو أن الحكومة مصرة على مواصلة الأوراش الاجتماعية والاهتمام بالجانب الاجتماعي، مسألة التربية والتكوين وتنزيل القانون الإطار المرتبط بهذه المنظومة، أيضا تحسين حكمة القطاع الصحي وتطوير الخدمات الصحية، وأيضا الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وشبكات الحماية الاجتماعية. هل يطمئنكم ذلك؟ لا بالطبع، هذا أساسي، لأن أولويات ما بعد أزمة كورونا أوضحت أن يعني الصحة، ميدان الصحة وميدان التعليم أساسي، والحماية الاجتماعية هذو ثلاث أشياء ما يمكننا إلا ندافعوا على هذه الرؤية ونشجعوها باش أن الحكومة تمشي فيها، لأن أساسي، لأن المنظور ديال 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 يعني الدروس اللي استخلصناها من هذه الأزمة كانت أساسية. المحافظة أولا في أول الأمر بالنسبة للصحة، يعني لازم أن الولوج المواطن المغربي إلى صحة يكون مجاني، يكون مجاني على الصعيد الوطني، على الصعيد الوطني. وخص يعني الحماية الاجتماعية يعني تاخذ بعد آخر، ما نبقاوش نعتمدوا على الطريقة اللي تعاملنا بها سنوات، واللي المواطن تنعرفوا المستشفيات ديالنا كيفاش كان الولوج لها، وتنعرفوا الولوج ديال المواطن الميدان الصحة من أصعب الأشياء اللي كنا تنعيشوها. التعليم بالطبع، التعليم احنا كنا تنعرفوا المشاكل ديالو، ولازم أننا نراجعوا طريقتنا للاتجاه في هذا الميدان، خصوصا استفدنا اليوم من 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 اشياء جديده، وهو الرقمنه اللي خلتنا اليوم الولوج للتكنولوجيات الجديده اساسيه باش نطوروا بلادنا، لا في الاداره ولا في التعليم ولا في جميع المجالات. الحمد لله اليوم هذه الازمه ديال كورونا استفدنا من دروس عده اللي ساعدتنا في الميدان الصناعي، لما تنتكلم عن المقاوله ايضا الميدان الصناعي اليوم اعطى على انه اساسي بالنسبه للمغرب. حنا تمكنا اننا نصنعوا اشياء لدول اخرى ما تمكنتش تصنعها، لان عندنا قاعده اقتصاديه صناعيه وخصنا نقويوها ونحافظوا عليها، ما نخليوهاش تنضطر في هذه الازمه ديال كورونا. اذا كانت هذه المساله الاجتماعيه بهذه الاهميه، وايضا هذا التوجه الحكومي لتعزيزها، من يتحدث عن الحماية الاجتماعية والجانب الاجتماعي يتحدث عن أعباء مالية إضافية، هل أمام الحكومة هامش لتوفيره في هذا المرحلة؟ معلوم في هذه الفترة اليوم أصبحنا ما بقيناش نتكلموا على الروابط الكلاسيكية في الميزانية المغربية. اليوم العجز ما بقاش مشكل بالنسبة لتمويل هذا البرنامج الأساسي واللي ضخم، والعالم كله اليوم ما بقاش تيراعي فيما يتعلق بالعجز باش يمول ويخرج الاقتصاد ديالو من هذه الازمه. اذا حنا تنقولوا على اننا اقترحنا اليه للتمويل تتجمع ما بين الادخار الوطني والولوج الى القروض الدوليه باسعار تفضيليه اليوم اللي كاينه وعلى المدى الطويل، باش تمكن الحكومه دعم هاد البنك الاستثماري اللي بغا اللي غادي تخلقوا، وتخلي واحد التنفس فيما يتعلق هاد البرامج الاجتماعيه بالنسبه للاقتصاد المغربي. هذا ما فيهش مخاطر؟ لا مخاطر، يعني ما كاينش ما اخطر انك تخلي الاقتصاد ديالك ينهار. هذا هو اخطر شيء، هو تخلي الاقتصاد ديالك ينهار
وتخلي التماسك الاجتماعي ديالك ينهار. اذا اليوم حنا كنا كنامنوا على اننا المجهود خصو يدار ولا بد من تمويل اضافي لهذا المجهود. والتمويل غادي يكون عبر ادخار وطني، وعندنا القدره على 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 التمويل داخلي عبر 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 قروض متوسطه المدى وطويله المدى داخل المغرب، وعندنا الولوف كما استعمل يعني اخيرا النقد يعني القرض ديال صندوق النقد الدولي ديال 3 مليار ديال الاورو وبنجاح. هناك فرصه ايضا اننا نلتج اليوم هذه القروض، وكما تتعرف هو الكبرى كلها يعني وقفت لهذا الدعم ديال ديال البنكز ديال الابناك المركزيه ديالها الاقتصاد ديالها. طيب اشكرك سيد مصطفى حنين، ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا، نعود لنواصل جزءا من كلمه رئيس الحكومه المغربيه امام مجلس المستشارين. اطلاق دابا هذه القضيه ديال مفترض الحجر الصحي، ما بغيناش مشروع بحال هذا كبير ندخلوه في اللجنه وعدد الحضور قليل، وربما تكون سوء الفهم، ما بغيناش يكون سوء فهم، بغينا ندوزوه في واحد الضوء ديال الشفافيه وديال التفاهم وايضا ديال التنسيق من قبل الجميع. ولذلك ان شاء الله احنا حريصون ايضا على هذا الورش حتى هو نحرصوا عليه. اما مشروع قانون النقابه حتى هو مهم، راه هو قيد الدراسه، طلقنا عليه التشاورات مع المركزيات النقابيه وغادي نشوفوا المآل ديال هذه المشاورات وفين غادي ان شاء الله حتى هو يجي. واخيرا هذيك القضيه ديال الماده 16 المرسوم موجود بعد التشاور مع المركزيات النقابيه ومع الاتحاد العام لمقاوله المغرب ومع بعض القطاعات الحكوميه، هو موجود ان شاء الله وغادي هو كان موجود قبل، ولكن التعديل الحكومي دائما الى تعدل الحكومه وتغيير الوزير يعاود يردوا الامانه العامه، خص الوزير ثاني يعاود غير توقيع ويمشي في الاداره الى اخره، عاود ثاني تاخر. دابا غادي ندوزوه في الاسبوعين المقبله ان شاء الله، غادي ندوزوا هذا المشروع المرسوم باذن الله. اذا احنا معكم في الموعد، كونوا معنا في الموعد. شكرا جزيلا السيدات والسادة المستشارين المحترمين. اريد ان اؤكد مره اخرى في دقيقه واحده اريد ان اقول يجب ان نفخر بما قامت به بلادنا وهذه الانجازات الكبيره، والحمد لله يعني راه لا شك ان الوزراء اللي غادي يجيو قالوا امور اخرى كثيره، وانا فقط اشير الى التوجهات العامه والنقاط التي سالتم عنها، ولكن في جميع القطاعات هناك عمل مهم قمنا به، وهناك عمل معين يقوم به المواطنات والمواطنين ومختلف القطاعات المدنيه والاحزاب السياسيه والمركزيات النقابيه والجمعيات المهنيه. الحمد لله حسينا بواحد الوطنيه عاليه نحافظوا عليها باش نخرجوا من هذا الحجر الصحي بسلام وامان ان شاء الله كما دخلناه، ونجحوا في المعركه الثانيه كما نجحنا في المعركه الاولى. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا عرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمام مجلس المستشارين بشأن الخطط الاقتصادية لحكومته لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والتي أشار فيها إلى أن الرهان الأساسي للمرحلة المقبلة هو تحفيز الاقتصاد وإعادة تحريكه. وقال رئيس الحكومة في هذا الشأن أن الحكومة تتبنى مدخلين أساسيين، هو خطة للإنعاش الاقتصادي التي ستشمل وتمتد حتى العام المقبل ما تم العام 2021، فضلا عن خطة للإقلاع الاقتصادي التي ستكون بانسجام مع توجهات النموذج التنموي المقبل للمملكة والتي ستكون خطة على المدى المتوسط. رئيس الحكومة قال إن الوضع الاقتصادي الدولي صعب لا سيما بالنسبة للشركاء التقليديين للمملكة، وهو ما أفرز العديد من التداعيات لا سيما منها البطالة. وتحدث رئيس الحكومة عن أن في المغرب توقف 960 ألف أجير، وهو ما يمثل ثلث أجراء القطاع الخاص تقريبا، لكن رئيس الحكومة أيضا أشار إلى العديد من النقاط الإيجابية التي سجلها، وهي تندرج في تدخل الدولة الذي مكن من التخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد المغربي، وأيضا استقرار مداخيل عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا التحكم في مستوى التضخم الذي قال رئيس الحكومة إنه مؤشر إيجابي جدا بحكم استمرار تموين السوق على مختلف المستويات، وأيضا ارتفاع نفقات الاستثمار العمومي الذي قال رئيس الحكومة المغربية إنه سيكون خيارا استراتيجيا والإبقاء على استقراره أيضا في المرحلة المقبلة. رئيس الحكومة أشار أيضا إلى أن العديد من
الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة على سبيل إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا المقاولات بشكل عام، لا سيما ما يتصل بضمان أكسجين وأيضا برنامج انطلاق للمقاولات الصغيرة جدا من أجل الحد من الضغوطات المالية على خزينة هذه المقاولات وتسهيل عملية إطلاق نشاطاتها في المرحلة المقبلة. رئيس الحكومة أشار أيضا إلى أن من المداخل الأساسية للمرحلة المقبلة الاهتمام بالجانب الاجتماعي لا سيما قطاع التربية والتكوين، وأيضا الاستمرار في تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي وتحسين حكمة القطاع الصحي وتطوير خدماته وأيضا تطوير نسيج وشبكات الحماية الاجتماعية في المملكة المغربية. كان هذا جانبا من النقاط الأساسية في كلمة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني. لا أدري إذا كان معنا السيد مصطفى حنين، هل تسمعني سيد مصطفى حنين؟ إذن غالب الظن أن السيد مصطفى حنين النائب البرلماني السابق وعضو رابطة الاقتصاديين قد فقدنا الاتصال به، أو هو لا يزال يسمعنا في الواقع. سيد مصطفى حنين هل تسمعنا؟ طيب إذن نربط الاتصال لربما بالسيد عبد السلام الصديقي الوزير وزير التشغيل السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية. سيد عبد السلام الصديقي أهلا بك. أهلا وسهلا يا أخي. لا شك أنك تبعتم كلمة رئيس الحكومة المغربية أمام مجلس المستشارين، ما الذي لفت انتباهك؟ هو ما أثار انتباهي بالطبع وستبات أيضا التعليق الذي قمت به. هناك قضايا طبع إيجابية للغاية أعلن عنها. الطبع الجزء الأول هو إعادة ما تم قوله في مناسبات عديدة فيما يخص أقاعد به الحكومة إلى حد اليوم وإجراءات يعني مهمة، لا سواء الإجراءات التي اتخذت في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي. ولكن هناك أول ملاحظات يعني أثارت انتباهي فيما يخص المعطيات الدقيقة في الجزء الثاني من مداخلته، بقي مبهما في حين أن البنك المغربي مثلا أعلن التو على بعض النتائج لسنة 2020. كان من المفيد أن رئيس الحكومة يطلع عليها ويخبر بها الرأي العام والمستشارين بما سنتنا فيها، وقال بأن الاقتصاد المغربي سيعرف انكماش بحوالي 6% ونصف النسبة التي أعلن عليها البنك المغربي ناقص 5.2%. كما أن حسب دائما البنك المغربي سيكون هناك انخفاض في الصادرات بأكثر من 15% يعني سلبيا، وانخفاض في الواردات بناقص 10.7%. كما تنخفض عائدات السياحة يعني السفر ب 60%، وانخفاضات العائدات المغاربة المواطنين المقيمين بالخارج بحوالي 25%. لا أفهم لماذا رئيس الحكومة لم يعني يدلي بهذه المعطيات أمام الرأي العام. هو عمليا كان مفروض أنه يتوفر على هذه المعطيات. سيد عبد السلام الصديقي، عفوا على المقاطعة، في سياق الحديث عن هذه المؤشرات التي في الواقع أشارت إليها عدة مؤسسات، المندوبية السامية للتخطيط، أيضا بنك المغرب، هل رئيس الحكومة تحفظ لأن الحكومة بصدد الإعداد لمشروع قانون المالية وهي لم تعلن بعض توجهاته في انتظار طبعا أن يتم تحديدها كما قال رئيس الحكومة في مجلس وزاري، أم ماذا برأيك؟ نعم، هي التوجهات الأساسية أظن لا أحد يمكن أن يختلف حولها. هي التوجهات التي كنا حتى نحن في حزب التقدم الاشتراكي في مذكرتنا وما يعني عبرنا عنه، ولكن ليس هناك أنا أفهم أن على القانون المشروع الميزانية التعديلية عليه أن تمر في المجلس الوزراء، وبالتالي تحفظ من يعني من إعطاء معطيات رقمية. ولكن مثلا هناك نقطة أساسية لا تحتاج إلى ليس فيها سر، هو طرق تمويل. كيف يتوقع رئيس الحكومة أن يمول هذا البرنامج الطموح، هذه الاستثمارات العمومية؟ وأنا أتفق معه أن ينبغي حقيقة مواصلة المجهود الاستثماري العمومي، ولكن خصي أعطينا كيف بأي طريقة. أنت كاقتصادي سيد عبد السلام صديقي في هذا النقطة تحديدا لو سمحتم، رئيس الحكومة تحدث عن ضرورة استقرار الاستثمار العمومي كمحرك لتنشيط الاستهلاك، برأيك
اليوم هل الحكومة تتوفر على الموارد من أجل الاستمرار بهذه الوتيرة؟ أنا ربما الحكومة لم تعلن عن تصورها. ربما سأعبر أنا عن وجهة نظري الخاصة أو وجهة نظر التي تبناها ودافعنا عليها في الحزب. يعني كيف يمكن أن نقوم بمجهود؟ ومن مع كامل الأسف أنما حينما تحدث عن الإصلاحات الهيكلية، هناك أكبر إصلاح هيكلي ملموس هو الإصلاح الضريبي، لم يشر إليه. أما إصلاح محاربة الرشوة لسنين، ونحن ننادي بمحاربة الرشوة، والرشوة تتكاثر بقدر ما ننادي بمحاربتها ونتكاثر. هذا إشكالية عميقة. بمعنى آخر، اسمح لي أن أقول، ولما كل احترام للسيد رئيس الحكومة، أن هناك واحد العدد القضايا هي مجرد الإعلان عن النوايا، ليس إلا. نحن نريد يعني هذه فيما حينما نخوض في القضايا الاقتصادية أو في القضايا الاجتماعية، الأرقام هي التي تتكلم، ليس الإعلان عن المبادئ. الإعلان عن المبادئ لا أحد يتفق عليه. نفس الشيء، نفس الملاحظة أثارت انتباهي، هو حينما تحدث عن التشغيل بأي وسيلة، بأي ميزانية، كيف، لماذا، يعني هذه آليات نحن في حاجة إليها. شكرا لك سيد عبد السلام. نحن في حزب التقدم والاشتراكي قدمنا في الوثيقة التي وضعنا أمامه، قدمنا اقتراحات عملية، وربطنا بين المساعدات ديال الدولة، التحفيزات، وبين مختلف، وبين خلق التشغيل والحفاظ على التشغيل. مثلا هناك قضايا عديدة أظن لم تكن لديه، ربما لا أقول الجرأة، لا أسمع هذه الكلمة، يعني لا أسمح لنفسي باستعمال هذه الكلمة، ولكن على الأقل أن يكون أكثر وضوح وأكثر يعني دقة، لأن هذا إحنا الناس ينتظرون في طيب كلمة الرسالة واضحة سيد عبد السلام الصديقي. أعود للأستاذ مصطفى حنين، إن كنت تسمعني سيد مصطفى. نعم حنين أسمع. رئيس الحكومة تحدث عن خطتين، لنكون أيضا موضوعيين، خطة للإنعاش الاقتصادي تمتد حتى نهاية العام المقبل، وأيضا خطة متوسطة المدى ستكون منسجمة مع توجهات النموذج التنموي حينما يتم الإعلان عنه، وهي متوسطة المدى. هل هذه المنهجية برأيك من الناحية الاقتصادية مقبولة؟ لا بالطبع، لما نتكلم اليوم نتكلم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الوضعية الحالية، هذا ثلاث شهور اللي كان فيها الحجم الصحي واللي توقفوها فيها المؤسسات، واللي اليوم الأرقام يعني اعطات شنو هو الضرر الاقتصادي اللي فيها، شنو هي الإجراءات اللي خدت الحكومة ولا تكلم عليها. والمرحلة الثانية اللي متوسطة المدى، اللي غادي اليوم لما تنتكلموا على القانون المالي التعديلي، القانون المالي التعديلي عنده هدف أساسي، هو أنه اليوم الحكومة قدمت قانون مالي على إطار سنة 2020، وكل العوامل والمرتكزات ديال القانون المالي تغيرت، معدل النمو تغير، معدل البطالة تغير، الأسعار عالميا في النهار، إذا العجز زاد، كل هذه النقاط تغيرت، وكان من الطبيعي أنهم يجيبوا قانون مالية تعديلي أمام البرلمان باش يوضعوا هذا الإطار الجديد اللي يوقع فيه المغرب داخل هذا القانون المالي. أما التوجهات المستقبلية يعني الفعلية عبر دعم المقاولة وعبر آليات الدعم، هذه تكون خارج إطار القانون المالي، فالتصورات الاقتصادية العامة هي اللي تجي في قانون المالية. بالطبع النموذج التنموي شيء آخر، النموذج التنموي يعبر على سنوات من 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 المخطط بالنسبة للاقتصاد المغربي، وهذا أساسي ساهمنا فيه كحزب استقلال، وقدمنا مذكرة شاملة تهم جميع القطاعات وما هو التصور ديالنا فيها بأرقام وبمقترحات عملية وفعلية. إذا هذا سنعتبره على أن هذا النموذج ما يمكن يخرج للوجود إلا وتتكتمل الرؤية ديال اللجنة اللي دار صاحب جلالة، و
اول ما يخرج هذا باش نعرفوا التصور اللي غادي يمشي فيه المغرب ان شاء الله. شكرا لك سيد مصطفى حنين، ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا في هذه التغطيه التي نواصل تقديمها لكم مشاهدينا الكرام على قناه ميديا تي في وعلى صفحتنا على موقع فيسبوك وعلى المنصات الاجتماعيه الاخرى لكلمه رئيس الحكومه بشان خطه الحكومه المغربيه، الخطه الاقتصاديه للحكومه لمرحله ما بعد جائحه كورونا. اعود للسيد عبد السلام الصديقي، إلى جانب أيضا كل المؤشرات والتداعيات السلبية للجائحة، المغرب أيضا أظهر نوع من الصمود، لنقول الاقتصاد المغربي صمد على المستوى الماكرو اقتصادي. انظر إلى نسبة أو احتياطات العملة الصعبة، صمود سعر صرف الدرهم المغربي أمام العملات، أمام الدولار مثلا، وهو في الواقع في نطاق مرونة واسع. ألا يشكل هذا أيضا نقاط يمكن الاعتماد عليها متانة هذه المؤشرات؟ لا شك أن طبعا هناك إيجابية، وأنا أتفق معك فيما يخص الاحتياطات الخارجية، طبعا راجع أساسي إلى يعني الحفاظ على رصيد من المقابل أكثر من 5 أشهر من الواردات، يعود أساسا إلى أولا سحب الخط الثالث من الوقايه والسيوله اللي قام بها مؤخرا، وهي 30 مليار درهم هي المبلغ الاساسي، كما ان الحكومه قامت باجراءات استباقيه فيما يخص الحصول على عدد من القروض من البنك الافريقي للتنميه ومن صناديق اخرى سياديه اخرى، وايضا ان هناك في هذه المده هناك تخفيض في الواردات، ومما ساعد اساسا هو الحد او التخفيض من الطاقه من الفاتوره فاتوره الطاقيه نظرا لتراجع اسعار الخام والبترول على الصعيد الدولي. ولكن هذا يعني المستوى المريح الذي نوجد فيه حاليا بخصوص يعني احتياطاتنا الخارجيه سوف نحتاجه في السنه المقبله، لان من المؤكد من شبه المؤكد ان الصادرات سوف لن يعني تستأنف بصفة سريعة، سوف تستأنف سيكون ذلك بصفة بطيئة، لأن أولا حتى الجائحة ديال الكورونا الآن يعني هناك تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول إمكانية يعني العودة ابتداء من الخريف المقبل، حتى ورأينا كيف أن الآن مساحات الصين في العاصمة بكين عادت الجائحه من جديد ويعني وصلت الى مستويات يعني مقلقه ومخيفه، يعني هناك يعني علامات استفهام تخيل حول الاوضاع الدوليه، وبالتالي بالطبع علينا ان نكون حذرين، لذلك وجب وانا اتفق مع رئيس الحكومه فيما يخص كل ما يتعلق بتشجيع المنتوج الوطني والحد من الواردات، لانه لا يمكن ان نغامر كثيرا باقتصادنا. ان احنا ما يكمل الامر بلدنا بلد يعني محدود الامكانيات، يعني لسنا حقا بلد قوي من حيث الدبلوماسيه ومن حيث مكانته السياسيه ومكانته الرمزيه، ولكن يعني مكانتنا الاقتصاديه محدوده للغايه، لا نزيد على الصعيد الدولي الا اقل تقريبا 1% من الانتاج العالمي من الدخل العالمي، فبالتالي أن نعرف جيدا يعني قدرتنا وإمكانياتنا، وبالتالي الحذر ثم الحذر. لذلك شكرا لك أعتذر عن المقاطعة، سأعود إليك سيد عبد السلام الصديق، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أريد أن أخذ رأي السيد مصطفى حنين في هذه الكلمة التي أشار فيها رئيس الحكومة إلى أهمية تشجيع المنتوج الوطني وأيضا التحكم في الواردات. عمليا الاقتصاد المغربي هو اقتصاد منفتح وهذا معلوم، ما هو هامش تحرك بالنسبة للحكومة من أجل تشجيع استهلاك المنتوج المغربي وأيضا التحكم في الواردات من دون الإضرار بصورتها كاقتصاد منفتح؟ لا، أولا ما عندناش اختيار أننا نكون اقتصاد منفتح، هذا ما عندناش اختيار، لأننا يعني الاقتصاد ديالنا عنده ارتباط مباشر يعني بالسوق الأوروبي ب 80%. طيب 80%، فبالطبع لازم أننا نشجع المنتوج المغربي، وهذا اساسي، لان عندنا عده واردات اللي خصنا نراجعوا فيها ونحميو راسنا يعني ونراجعوا
خصوصا نراجعوا عدة اتفاقيات التبادل الحر اللي تضر بالاقتصاد ديالنا وتضر بالصناعة ديالنا. فاليوم خصنا نستعملوا هذه الآليات الجديدة ونستعملوا هذه الظروف الجديدة على أساس أن المنتوج المغربي يتستهلك المنتوج ديال الصناعة التقليدية، ما تنشوفوش في المعمار المغربي، ما تنشوفوش في البنايات المغربية مثلا. وهذا شيء يتطلب منا إرادة وطنية، خص المواطن المغربي يرجع يعني الأصل ديالو، يرجع للصناعة التقليدية ديالو ويفتخر بها ويستعملها في المنازل ديالو ويستعملها في المعمار ديالو. فيما يتعلق بالمواد الأخرى فهناك إشكال لازم أننا ننصحه، لازم أننا نوصله أن المقاولة ديالنا تكون عندها قدرة على المنافسة ديال الأسعار الدولية باش نتمكنوا أننا المنتوج المغربي نرفعوا له الراية ديالو ونستهلكوه بأولوية، يعني بدون أن الحكومة تكون هي اللي تعطي الإشارة دوليا في هذا الباب. المواطن المغربي من حقه أنه يختار السوق أشنو تيطرح له ويختار المنتوج المغربي، وهذا يعني أسلوب ديال المواطنة اللي تنشجعوا عليه واللي طالبنا فيه من خلال حتى المذكرة اللي عطينا للسيد رئيس الحكومة أنها تكون من الأولويات ديال السلوك ديال المواطن. سيد مصطفى حنين، رجاء هذه الإجراءات قد تأخذ وقت، هل تتصور أنه يمكن أن تتوجه إلى الصنبور وتتحكم بشكل مباشر في الواردات؟ هل هذا كإجراء أو كسيناريو محبذ؟ لا، ما يمكنش تمشي يعني بإجراءات مباشرة، ما عندكش بإجراءات مباشرة، ولكن من الممكن أن نستعملوا إجراءات غير مباشرة اللي تستعملوها دول أخرى وتحرمونا من تصدير لبلدانهم. يعني نقدروا نستعملوا هذا الصنبور الغير مباشر. الرسوم تقصد؟ الرسوم؟ ليس فقط الرسوم، عدة إجراءات غير جمركية اللي يمكن تساعدنا أننا مثلا يعني التصنيف المعايير في بعض المواد اللي يمكن نفرضوها بالنسبة للسوق المغربي اللي تحمينا وما تخليش هذيك المواد تبقى تكب لنا، لأن ما غادي ما تيجيناش فقط المواد للصالحة، هناك عدة مواد اللي تضر بالمستهلك المغربي. صح. وما يمكنش نسمحوا له بها. طيب. أن ندخل بهذيك الطريقة لأنها أثمانها بخسا ولأن طيب. عندنا إمكانية بالمعايير، هناك إجراءات جمركية اللي تترتبط بالاتفاقيات اللي عندنا الدولية، ولكن هناك إجراءات يعني عملية عبر التصنيف اللي يمكن تحمي بها المنتوج المغربي. طيب، شكرا لك سيد مصطفى حنين، أرجو أن تبقى معنا. سيد عبد السلام الصديقي، اليوم الحكومة تتوجه إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي بفرضيات جديدة، برأيك اليوم هل الصورة مكتملة لبناء فرضيات، لاستنباط فرضيات يمكن الذهاب بها إلى نهاية العام؟ لا، فيما يخص بالطبع الفرضيات التي يمكن أن يعتمد عليها قانون المالية التعديلي ممكن أنها تتغير من هنا إلى قبل نهاية سنة 2020، ولا شيء يعني يمنع إعداد قانون المالية التعديلي آخر ليكون في علمك في علم الأخوة والسادة المستمعين أو المشاهدين أن مثلا في فرنسا على سبيل المثال الآن هم أعدوا ثلاثة قوانين تعديلية في القانون المالي على أساس فرضيات كما هي متوفرة على أساس التوقعات التي يعني يعني الموضوعة فيما يخص معدلات النمو فيما لدى شركائنا، فيما يخص فتح الحدود، فتح مثلا الآجال ديال استعادة التبادل المبادلات الخارجية، وفيما يخص تطور الجائحة، لأن كما قلت سابقا أن حتى التطور ديال الجائحة تحوم حولها كثير من الشكوك والتساؤلات، فنحن سنشتغل بما لدينا من معطيات على أي سنكون في وضعية أحسن مما نحن عليه اليوم، لأن يعني الآن كما قال سي حنين أن جميع الفرضيات التي بني عليها القانون ديال 2020 تم تجاوزها ولم تعد صالحة. طيب سعب السلام الصديقي، نمر في وضعية في حالة الضباب،
علينا ان نخرج لحد الان هذا الضباب لنرى شيئا من النور حتى نعرف الى اين سنتجه والى اين سنذهب. لحد الان هل الحكومه تضع الوقت امامها ام ان الوقت والزمن صار وراءها فيما يتعلق بتدبير التدبير الاقتصادي للجائحه؟ هل عندها هامش من الناحيه الزمنيه للتحرك؟ لا طب الان الحكومات عبر العالم اصبحت تراجع طريقه عملها. هناك ضروره يعني الاسراع والتفاعل مع الاحداث ومع التطورات. الحكومات التي على سبيل المثال لو لم يكن المغرب يعني مقداما وسريعا فيما يخص مواجهه كورونا لكانت الاثار اكثر يعني لكانت اثارها سلبيه اكثر، ولكن كوننا كنا استباقيين واتخذنا الاجراءات اللازمه تمكننا من تجاوز او من تدبير هذه الوضعيه هذه الحاله باقل الاضرار لصحه الصحه. فبالتالي الان مطروح على الحكومه ان تكون سريعه ومتتبعه. طيب. ومتفائله مع مختلف التطورات كما قلت بالطبع، وكذلك منفتحه. طيب. على الاراء لان نحن الان في وضعيه ازمه. طيب. في اوضاع الازمه علينا ان نقوي من الاستشارات، ولكن ليست الاستشارات يعني فقط من اجل الاستشاره، بل الاستشاره من اجل الاخذ بها كلما كانت يعني طيب. تبدو معقوله وصائبه وتصب في اتجاه المصلحه العليا لوطننا وشعبنا. واضح. سيد مصطفى حنين، هل تسمعني؟ أسمعك. كما تعلم انت تفهم في الاقتصاد، اليوم هل يمكن وفق أحسن السيناريوهات التي يمكن أن ترسمها في خيالك بالنسبة للحكومة أن تعكس لنقول المنحة الاقتصادي من أجل استعادة الحركة؟ اليوم هناك مؤشرات احتياطات العملة الصعبة، صمود الدرهم وسعر صرفه، أيضا المؤشرات الأخرى التي أظهرت بعد بعض المتانة، استمرار الاستثمار العمومي، الضريبة على القيمة المضافة لم تتأثر وغير ذلك. هل يمكن للحكومة وفق هذه المؤشرات أن تبني انطلاق؟ لا، أولا لما تتكلموا على الضريبة على القيمة المضافة خصنا نعرفوا أن المقارنة في هذا الشهر غير كافية، لأن المغاربة استعملوا الدخار ديالهم باش يستهلكوا. يعني ما يمكنش لينا نقارنوا، هذا اساسي. ما يمكنش لينا نقولوا راه ما كاينش تغيير في المداخيل ديال الضريبه على القيمه المضيفه، معناه ان الدخل يعني كان مدعوم من الدوله. لا ماشي هذه ما تتفقش معها. لكن هذا الملايير من الدراهم التي تم صرفها بشكل او باخر ذهبت الى الاستهلاك. انا لا اقول انا اقول بان اقتصاديا المقارنة تتم عبر مرحلة يعني متوسطة. ما يمكنش في ظرف شهر نحكموا على التصور المستقبلي ديال تطور المداخل ديال الدولة. ما يمكنش لينا لما تكون واحد القطاعات كلها تشلات وطنيا ونصوروا على أن المداخل الضريبية غتبقى مرتفعة. هذا مستحيل، هذا غادي يكون ضرر كبير، لا في الضريبة على الشركات ولا في الضريبة على القيمة المضافة ولا في جميع المداخل ديال الدولة قد يتضرر من هذه الجائحة، وهذا شيء طبيعي في جميع دول العالم. إذا ما يمكنش نتكلموا نكونوا يعني ما نبغيش أننا اقتصاديا بالمنطق الاقتصادي ما خصش تكون المبالغة يعني في تحليل الأرقام. الأرقام لما تنتكلموا على العملة راه حنا عرفنا على أن السيولة ديال 3 المليار ديال الدرهم ديال الدولار استعملت في دعم الاستقرار ديال 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 المداخل ديال العملة. لأن في الجانب الآخر هذه العملة منين كانت تجينا؟ كانت تجينا من الصادرات، كانت تجينا من السياحة، كانت تجينا من العمال ديالنا من المغاربة ديال العالم. واحد لقيت هاد النقط الثلاثة كلها عرفت انهيار، وما يمكنش العملة تبقى غادة في نفس الاتجاه وهاد القطاعات عرفت انهيار. اليوم الإحصائيات ديال البنك المغربي تعطيك 60% ديال الصادرات وقفات، ومن معدل النمو غادي يهبط تقريبا ب 5.2%، وهاد الأرقام كلها يعني حقيقية ويعني واقعية.
بالنسبه للوضعيه اللي تنمر منها. شكرا جزيلا لكم سيد مصطفى حنين النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال وعضو رابطه الاقتصاديين الاستقلاليين، وايضا الشكر موصول للسيد عبد السلام الصديقي القيادي في حزب التقدم والاشتراكي وزير التشغيل السابق، شكرا جزيلا لكم وزير التشغيل الاسبق، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام دائما للمزيد من الاخبار والتوضيحات وصور الفيديو لا تترددوا في زياره موقع ميديا ان تي في على موقع ميديا ان تي في، وايضا في تسجيل اعجابكم بصفحه ميديا ان تي في على موقع فيسبوك. الى اللقاء.